السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية حب واحترام وتقدير لأحلى متتبعين ومتتبعات ديال قناة سحر الطبيعة. عدت والعود أحمد، توحشتكم بزاف، غبت عليكم هاد 3 أيام. علاش غبت؟ علاش قولوا لي علاش غبتي؟ غبت البنات غير حيت في عطلة. أنا في عطلة خديت واحد الروبو لنا 3 أيام، كتعرفوا مناسبة دينية هكا، كنحاولوا أننا نساو شوية التليفون، نجمعوا مع وليداتنا، نجمعوا في طبلة واحدة، كتعرفوا الأجواء ديال العيد، تمارة ديال العيد. ما نكذبش عليكم أنا بناتي يدي بوحدي، والله القسم إلا شوفوا أنا تشطيب، أنا ما شطبتهاش، أنا ما كاينش اللي شطب عليا وأنا بوحدي البنات، لهذا صعيب عليا، كان صعيب عليا الأمر. بغيت نشارك معكم الأجواء، ولكن من ناحية فكرت هكا وفكرت هكا، قلت خلي الناس ترتاح مني شي شوية، خلي يتوحشوني شوية، كذلك أنا ناخذ روبو شي شوية نرتاح باش نجدد النفسية، كذلك ما نضغطش راسي في الشقة ديال العيد، كتعرفوا تمارته ما كتساليش، ديك اليومين اللي كتكون صعيبة، اللي عنده العوين راه كيحس به، واللي يديها بوحدي بحالي راه غتحس بيا. هادشي اللي كاين الناس زوينين والله العظيم إلا توحشتكم. شكرا على التعاليق ديالكم اللي ما كتوقفش نهائيا، هذا إن يدل على شيء كيدل على الحب المتبادل والاحترام بيناتنا. لا يخطيكم اليوم ان شاء الله، غادي نقول لك يا مرا، من بعد تمارة العيد والعياء ديال العيد وريحه الزفوره وداكشي ديال العيد، بغيتك يا لالا اكيد نوضي تعتني مع براسك. هذا الفيديو غيكون تحفيزي فقط، شاركته معكم باش نحفزكم هكا تنوضي تعتني براسك، دوري براسك شي شويه، ماسكات الشعر، وجه، شفايف، رجلين، و خليكم معايا من بدايه الفيديو الى اخره. كنتمنى في اخر الفيديو تخرجي وتنوضي تحفزي وتنتي تهلاي في راسك من بعد ما تسمعي الكلام اللي غادي نقول لك. عارفين اني ما كنبغي لكم غير الخير، هذا هو علاش كنتقاسمو معكم. ما تهمليش راسك، عتاني براسك، الا ما عتانيتيش انتي براسك ما كاينش اللي غادي يعتني بك. صافي، هاد النقطه ما غاديش تختلفوا معايا فيها. ما تحرمونيش من لايكاتكم والبارطاج بالكلمه الطيبه، خليوا لي رايكم في فيديو اليوم، ما نطولش عليكم اكثر ومشيو مباشره نتعرفوا على مضمون الفيديو. ايوا نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. اجي يا لالا باش تعرفوا راكم عزاز وغاليين، ما كنخزن عليكم شي حاجه، ما كنبخل عليكم حتى شي حاجه، والله شاهد عليا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كي قلت لكم هذا الروتين هذا بالعنايه ليك المراه، لان كتستاهلي تستاهلي تستاهلي، ضروري ما نعطي واحد الوقيه لراسنا. اليوم غنشارك معكم داكشي، شوفوا داكشي اللي انا دابا غادا الحمام، داكشي اللي غنديرو معكم، اللي غنديرو غنتقاسمو معكم، سيروا معايا ايطاب باغ ايطاب. اول حاجه غادي نبدا بشعري، لان كنبغيه يتشرب وياخذ وقته وتبقى الخلطه في راسي. هاد الخلطه هادي فاش كتنفع؟ هادي راه ممكن ديروها حتى لبنياتكم، ليكم البنات الصغار امنه، مواد طبيعيه ما عندكمش منها تخافوا منها، دايره بحال شكل كيراسين كتهدن الزغبه، داك الشعر الهايش كينزل، كتحيد التقصف. باش كتحيد التقصف؟ بداك البيض، كتعرفوا البيض ملي كنديروه في شعرنا وكينشف كيكرم كيولي الشعر قاصح، لان البيض كيكرم ياك. الزغبه ملي كتكون تجي في الراس ودايره جوج ريوس هكا اولا مقرده، ملي كينشف الشعر، وغنقول لكم الطريقه كيفاش ديروا له من بعد، غادي تهرس داك دوك لي بوانت وغادي يزولوا، وبهكا ما غيبقاش عندكم الشعر مشوك. جاي الصيف، جاي البحر، جاي لابيسين، هاد العرضه لاشعه الشمس، هادشي كله كيخرج لينا على الشعر، كينشف الزغبه، كيشوكها، و راكم كلكم عارفين. حتى حنا صحاب الفولار راه الشعر ديالنا كيتضرر ولا مغطي، كيتزمت، كيتخنق، ما كيتهواش، مهم بزاف ديال العوامل. الخلطه المكونات في كل دار ساهلين، اختكم من بعد ما دارت شلاضه هكا ديال الرز والبطاطا والمسائل الاخرى، هذاك الماء اللي كيشاط ليا من تسليق الرز دائما تقول لكم ما ترميوهش، اللي هو هذا، غير بشرط ما ديروش فيه الملحه، عارفين بان الملحه كتقرط الشعر وكتنشفه. شوفوا غير ملي كنمشيو للبحر مالح ولا بيسين فيه الكلور كيفاش كيولي شعرنا في اخر الصيف. هادي الماء ديال الروز طبيعي، ها هو بير، الا ما نفعك والله ما يضرك، قلنا ما فيهش الملحه. هنا عندي الزبده بلديه، ها هي، وبما ان عندي انا جامده جبتها من الفريكو، غادي نديرها في هذا المحلول هذا اللي سخون، ها هو باش تذوب ليا. ها من بعد ما هانتوما شفتوا، ها هي ذابت، ولات على شكل بوماد، ولات كريميه. هنا الى عندكم زيت الكوكو ديروه، شوفوا بصح دا البنات كيفاش كيذوب، وفي وقت البرد سبحان الله كيجمد كيولي بحال الشحمه. ها هو غندير واحد شي شويه، كتعرفوا زيت الكوكو كيعطي واحد الليونه للشعر الجاف، ما عندكمش ديروا اي زيت متوفرين عندكم، زيت اللوز الحلو، زيت اللي كان اللي كان، ما عندكمش كاع ديروا زيت البلديه.
هنا غادي ندير بيضه من بعد ما دفى لي يعني برد، هذا ما ديروهاش هذا سخون باش ما طيبش لكم البيضه. ها هي بلديه كذلك، الزبده راها بلديه درتها والبيض بلدي. مال شعري ما يستاهلش، صافي تانا حبيبتي نغدي السالف ديالي ونعطيك داكشي بلدي طبيعي. صافي غنبقى نخلط هادشي كامل 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 ياك، هكا نبقى نبريسيه تيولي كريمه. ولا لا يكون الشعر مسلك وتتفرقيه في النص. وتبارك الله دائما تنقول لكم تجلسي يا لاله جلسه بلديه في الارض مربعه رجيلاتك، هادشي اللي تيعجبني. وهادو هما العادات ديال جدودنا وتقاليدنا، كتجلسي وتشقي الشعر في النص وتبداي ليا بخصله بخصله، ودائما كتبداي من القرف هذا يعني من جهه الرقبه وانت طالعه. وحبه لو ديري هادشي وانت راسك محني لتحت، لان ملي كيكون راس محني لتحت كتكون الدوره الدمويه كتشتغل كدور، والشعر كيستافد من الزغبه، الشعر كيستافد من الخلطه. هانتوما تبقاو تخلطوا تخلطوا وتهزوا بيدكم هكا عادي بالطبيعي شعبي، بلا شيته بلا قطن بلا والو، غير بهزي بيدك بحال هكا وشدي شعرك هكا خصله بخصله. انت كدهنيه وانت كتجبديه بحال هكا، بحال الشكل اللي كنديروا الترطيبه. تتسالي تديري النصف الاخر كذلك من الرقبه حتى لمقدمه الراس هكا، وانت كتجري خصله بخصله، كتخليه يخلي هكا شويه تحسي به بدا تيكرم، لان هذاك البيض وهذا غيبدا شعرك يبان لك كرم. خذي واحد المشطه وحاولي تمشطيه غير بشويه باش هذوك لي بوينت كيتكردوا وكينزلوا، وصافي من بعد خليه في راسك واحد نص ساعه هكا. صافي من بعد سيري غسلي. وملي تسالي، تحيه للناس الزمن الجميل، تحيه لجيل السبعينات والثمانينات اللي كنا كندورو باتش على شعرنا بالفلايل والمقابط ديال الدر ديال 4 دريال، راه الكل تبارك الله كيعرفهم. كندورو شعرنا باتشا وكن كنديرو الفولارزي في حياتي في الصباح كيخرج الشعر مسبسب بحال هكا. هي البنات ثاني حاجه هو القوماج اللي كنقول لكم ضروري ضروري منه ولو مره في الاسبوع. هو ما كيدارش يوميا باش ما كيضرش لينا البشره، كيدار مره في الاسبوع وما دير يعني ما تتنازلوش عليه. كيقومي لينا الوجه العنق الرجلي اليدين، ديروه في هذا كيحيد داك الجلد الميت ياك. هنا دائما تنقول لكم مره في الاسبوع هذا الكتف اللي تيبقى هنا ملي كنعمروا القهوه الصباح ونشربوها كيبقى لينا داك التفل. ها هو تبارك الله ما شاء الله، شوفوا كيفاش داير. غادي نستغلو انا، ما غاديش نرميه. اش غندير ليه؟ غادي نضيف عليه شويه ديال زيت الزيتون. عرفتوا الزيت ما بقاتش ليا البنات، كنديرها وكنشمها وكنلمها. الزيت غلات البنات، البلديه غير ليطرور عرفتي كتشريه ب 16%، والله الا البنات كطير. صافي هنايا الا ما عندكش تفل ديال القهوه، اولا انت من ماشي محبين ديال القهوه، عندك اما سنيده كديري سنيده، اما كتاخدي الكوك تطحنيه شي شويه حتى كيتهرمش يبقى نوعا ما حرش، ماشي رطب وماشي حرش يعني، كطحنيه شي شويه وكديريه هكا مع زيت العود وكتخلطي بحال هكا. وهذا احسن قماش تقومي به الوجه ديالك، يديك رجليك ركابيك الا عندك كحل، البلاصه اللي كتكون فيها هكا اللي كتعرفوا الجلد الخلايا الميته. هذا هادشي اللي غنديرو هنا هو اللي تخيلوا انني كنديروه في الوجه ديالي بحال هكا. عرفتوا على النعومه كيعطيكم البنات، ومع هذا الاحتكاك اللي كتبقاو تحكوا هكا بحركه دائريه هكا كتقوميو الوجه مزيان. قلت لكم وكيرجع لابو ديالكم كترجع بحال ديال الاطفال، وكتعطي واحد النعومه واحد الرطوبيه، والوجه كيصفى مزيان مزيان هكا. وانتم كتحكوا ما تضغطوش بزاف باش ما تجرحوش كتعرفوا البشره ديال الوجه كتكون حساسه، ماشي مثلا في اليد وفي الرجل كنصبروا، واخا كنضغطوا كنصبروا. كتقوميو بحال هكا مزيان مزيان، دوروا على وجهكم مزيان ويديكم ورجليكم. مهم غتعومي غتعومي، ما تبخليش على راسك، فين ما بغيتي تقومي قومي، وخلي واحد الخمسة دقائق هكا الماكسيموم حتى العشرة دقائق، وغسلي وتشوفي النضارة وتشوفي الرطوبية، وكتحسي بأن الوجه ديالك تنقى وكتلقاي الملمس ديالو ناعم. صافي مور هذا اشنو كندير، نمشي معكم الخلطه اللي كندير لوجهي. ايوا ما تبخلوش على راسكم البنات، ما تعكزوش ما تعكزوش ما تعكزوش، نوضوا هكا كما كتعطيو الحق لوليداتكم، المسؤوليه للدار الكوزينه عجينه طياب سياق حتى راسكم. ما تنساوش البنات، نعم كيجينا العكز بعض المرات مني وجبد، ولكن ملي هكا
هذا الشيء علاش حنا كنتقاسموا معكم هذه الفيديوهات هادو باش كنحفزكم. انا شخصيا بعض المرات ملي كيجيني الخمول وكنسمح في راسي بهذا المعنى، يعني ما كنبقى ندير لا ماسكات لا شعري لا لا لا، ملي كنتفرج في هادو كتعطيني سبحان الله واحد الدفعه كننوض بلا هوايه، ملي كنسالي الفيديو كنمشي كنلقاني كنخلط شي حاجه وكنديرها. هذا هو الهدف من هذه الفيديوهات هادو، ماشي باش نقول لكم شوفوا شنو درت ولا شوفوني غوميت، لا، باش نحفزوا بعضياتنا. هنا البنات من بعد ما قومينا وجهنا وغسلناه غادي نجيو للماسك اللي كنديرو اللي انا ما كنستغناش عليه، علاش؟ لانني لاقيه في راحتي وامن وكيعطي نتيجه مرضيه، داكشي علاش انا ما كنتنازلش عليه. كاين واحد الماسك اخر ان شاء الله مره اخرى نعطيه لكم، الا كان كيهمكم الامر حتى هو زوين. هاد جوج ماسكات فنين. هنا عندي هاد القرعه مخلطه فيها انا شويه ديال الحليب المجفف ومايزينا، بدل ما كل مره كنبقى نمشي الكارطونه ونجبد وجبد تنعكس، كنخلطتهم بجوج ودرتهم في هذه القرعه. راه كانت عامره حتى لهنا، راه مع الاستعمال غدا وكتنقص. غناخذ معلقه ولا الا كنتو غتقومي، هو من الاحسن هذا الماسك ديري حتى لعنقك، وانا كنديرو حتى في يدي وكنديرو في رجلي، راه زوين. انا ما كنعكسش على يدي ورجليا. هنا عندي انا باش نجيكم الصراحه وباش تكون كتعرفوا عليا المصداقيه وكنكون معكم للامانه، هذا شنو هو؟ انا فيا ما نقول لكم هذا راه الياغورت مسوس وتيقوني، ولكن هذا انا حيت ما عنديش، بعض المرات ما تيكونش عندي الياغورت مسوس، اذا كان عندك ديريه، ما عندكش كناخذ الفراره اللي كتشكل عندي الحليب ديال البقر ملي كنخليه في واحد القرعه. كي انا نوريه لكم هذا هكا البنات، بحال دابا انا كنبه هاد الحليب في البانيو باش يروب، وملي كنخليه هكا وكنغطيه ملي كنجي في العشيه ولا الغدا كنلقاه دار واحد الطبقه من الفوق اللي كتسمى الفراره، ياك. كناخذ منه واحد المعلقه اللي هي هادي، هادي دابا هادي باش كنصوبو حنا الزبده البلديه، هادي راه فراره طبيعيه بحال الياغورت طبيعي تماما. كناخذ منها القياس، كنضيفو لهاد الحليب المجفف ولا هذا المايزينا. بغيتو تزيدو الرز مطحون زيدوه، بغيتو تزيدو الفول مطحون زيدوه، بغيتو تزيدو هذا الحمص مطحون زيدوه. هذوك الاضافات ممكن ديروها، انا اللي كنركز عليه اكثر هو الحليب المجفف ومايزينا. نبقى ميلونجي بحال هكا. انتما البنات هاو شتوه، اخطر ماسك ممكن ديروه. صافي، كذلك الوجه راه كيكون حنا قومينا كيكون مغسول، كتبداو من التحت وانتم طالعين هكا ماشيين، حتى كدهنوا الوجه ديالكم كامل وكتخليوه عليه يبس. دهني يديك، دهني رجليك، دهني عنقك والرقبه ديالك، انت غتعومي غتعومي لان فيه الريحه ديال الحليب. ضروري كنديرو هكا ملي كنكون باغي نعوم، اولا الا درتو بلا عوم كنغسل مزيان مزيان. صافي، خليه في ديداتك حتى كيبان لك بانه كرم بدا كينشف، غادي تغسليه بطبيعه الحال. وهالمجيه ديالك شوفي لي النضاره والبيضيه اللي غادي تحصلي عليها، داومي عليه، غير داومي عليها. نتوما المكونات ساهلين، ما تنقول لكم سيرو عطار، ما تنقول لكم شي مكونات صعيبه. دابا غادي نختم معكم بواحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم زوينه، المهم تخرجي من الدوش هذا خلاص، ما نحتاجش نقول لكم اي يعني مرطب. حنا ملي كنكونوا ديجا كنقومي وجهنا بهذيك القهوه، راه كتقومي حتى الشوارب ديالك، يعني كتحكيهم مزيان باش حتى هما كيحيدوا داك الجلد الميت، ما كيبقاوش يتقشروا عليك. وفي الاخر ملي كتسالي الدوش ديالك راه اكيد كترطبيهم باش يبقاو ديما الشفايف ديالك رطبين. بالنسبه لهاد الشله هذه اللي موجوده في بيم الثمن ديالها 10 دراهم، انا كنقول لكم فين تلقاوها والثمن ديالها. بالنسبه اللي كيشوفها وكيتردد ما كيعرفش واش ياخذها غتخرج زوينه ولا ما زويناش، انا كنصحكم على ضمانتي، لا اشهار لا والو، اقسم بالله اللي شاريها بفلوسي. غير بغيت نتقاسمها معكم. بالنسبه اللي عنده تردد واش زوينه ولا ما زويناش، فنه وريحتها غزاله. كاينين ثلاثه الانواع، ثلاثه الالوان، هاد الغوز، كاين الموف، كاين الشيبي اللي بقيت نعقل. المهم ثلاثه الالوان اللي كاينين، ثلاثه بهم زوينين. انا خديت هذه، راه حاليا كنستعملها، والله البنات الا ريحتها طوب، فنه 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 هكا، مزيل العرق هكا. ملي كتعومي ولا تكوني خارجه ولا ثم عارفين دابا مع الصهد وهذا ضروري مع الدوش وهذا الشيء، كتخرج منك ريحه غزاله، الله يطيبنا بريحه الجنه ان شاء الله جميعا يا رب، انا وانتم وجميع المسلمين يا رب. الله يحفظكم ويخليكم ليا، انا دائما كنحاول هكا نحفزكم باش تكوني دائما جميله واجمل في عيني الناس وفي عيني الزوج ديالك وفي عيني نفسك. اولا اهتمي براسك ماشي للغير، اهتمي بنفسك لنفسك. هادشي كله البنات كونوا على يقين، كيحيد الاعصاب، كيحيد التوتر ستريس، هذا الاكتئاب، كيحيد بزاف ديال الحوايج. الا وقفتي غير قدام المرايه وشفتي بها
طلقتي شعرك ودرتي رويحه وشميتي ريحه زوينه، نفسيتك كومين كومين كترتاح، بدل ما انتي غالعكفه ومخنشه راسك في الحوايج ومكتئبه وساده عليك وقاعده في الظلام و و و و. حاولوا تخرجوا راسكم، خلقوا السعاده من لا شيء، غير شي غير تدواش هو الاخر. الا دخلتي دوشتي كبيتي عليك الماء، عظامك كيخفافوا وكتحسي بنفسيه مرتاحه. علاش ملي كتخرجي من الدوش كتقولي الله يا ربي على تحميمه، كتحسي بعظامك خفافوا، تنفسيتك كتبتهج وكترتاح. هذا هو اللي كاين هاد الناس. دائما كنبغي لكم كل ما هو فيه الخير. يا ربي يا ربي تقدرني انني نزيد نواصل نعطيكم كل ما هو تحت جهدي وتحت الاستطاعه ديالي، ما نبخلش عليكم بها البنات. كما كنترجى انكم من الله ومنكم انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بالبارطاج بالتعليق تعليق ديالكم زوينه. عطوني رايكم في هذا الفيديو، واش عجبكم ولا ما عجبكمش، واش نبقى مره هكا نحفزكم تنوضوا تعتنيوا براسكم. شارك معكم هكا داك الحاجات اللي كندير. الا كيهمكم الامر شارك معكم الماسك الثاني اللي فيه البيض فيه القهوه، هذا حتى هو زوين زوين. تنعطيكم دائما الاهم او ليسونسييل، كنعطيكم المواد الطبيعيه، مع عمري نعطيكم شي حاجه، لان الوجه ما كاينش فحالو. ما تغامروش باي خلطات لوجهكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.